لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ولكن نبدأ من أبرز العناوين. في موقع الهيئة نت، قوة أمنية تعتقل أحد شيوخ العشائر في الفلوجة. في صحيفة المدى، 30 داعشيا يشنون هجوما ليليا على سامراء في أعنف خرق منذ 6 أشهر. في موقع كتابات، البرلمان العراقي يدعم إجراءات الحكومة لمواجهة تزوير الانتخابات ومحاسبة موظفيها. في موقع الجزيرة نت، الفلسطينيون يمنعون ميسي من اللعب بالقدس. في صحيفة العربي الجديد، الصدر يبلغ مقربين منه المعارضة أفضل من شراكة مع المالكي. في القدس العربي، مصدر سوري معارض مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني وعدد من عناصره في درعا. وفي صحيفة الحياة، 3 هجمات انتحارية تهز منطقة في النيجر. السلام عليكم. النظام في العراق بلا ناظم لتصريف شؤون السياسة حتى في العلاقة بين الحدود الإدارية للمحافظات، بل إن الخلاف على الصلاحيات البلدية والأمنية يمتد إلى أصغر الوحدات داخل المدن بما فيها العاصمة بغداد، لينعكس على فوارق تقديم الخدمات، لأن المقياس العام يفتقد إلى تطبيق المبادئ الأساسية للتعليمات الإدارية، لضياع هيبة توجهات الدولة الضامنة لمصداقية علاقة الدولة بالمواطن تحت سقف المثل العليا المقررة في أي دستور أو أعراف أو أخلاق، بحسب الكاتب حامد الجيلاني في مقال له بصحيفة العرب اللندنية. حكام العراق في كل مرة يضعون الشعب العراقي أمام أزمة أو مصيبة جديدة، كما لو كانت مفاجئة غير محسوبة تتهيأ معها الدولة لوضع الحلول والميزانيات لاستيعابها بإجراءات وتهويل وخطط عشوائية على طريقة إخراج الموصل وتنظيم داعش من العراق. الأزمة مركبة ولن تقف عند قرار تركيا ملء خزان سد أليسو غير المفاجئ والمعلن، إنما تتعداه إلى كارثة عدم توفير الطاقة الكهربائية المستعصية منذ الاحتلال نتيجة للفساد وتخلف العقود والقفز بعمليات تجريب فنية لتغطية هدر الأموال وإخفاقات التنسيق الحكومي. جفاف العراق أيضا يعود إلى قتل العلماء من أصحاب الخبرة والكفاءة واستبعاد ذوي الاختصاص من العراقيين لأسباب سياسية وأيديولوجية وطائفية، مع غياب النقد والمتابعة والاستقصاء في الصحافة والإعلام، وتراجع الأداء الدبلوماسي لوزارة الخارجية في استشعار السفارات لمهماتها بالمتابعة المبكرة لما يدور في أروقة الدول المتخلفة من علاقات ذات صلة. أزمة المياه وصدمة جفاف نهر دجلة في نفوس العراقيين والعرب والإنسانية هي خط شروع متكرر في العديد من دول المنطقة لانطلاق حروب أهلية ونزاعات عسكرية ومجاعات وإرهاب وهجرات، تنذر بمخاطر غياب المعالجات الجوهرية لمشاكل تغيير المناخ واختصار الحلول على تفاهمات معظمها غير ملزمة وبلا مضامين. تظل معها الصراعات الاقتصادية والسياسية من أسباب اندثار واختفاء أجزاء مهمة من التنوع البيئي والسكاني. ينشغل الرأي العام العراقي هذه الأيام بأزمتي انقطاع التيار الكهربائي وشح مياه دجلة، بينما تنشغل الطبقة السياسية بأزمة تزوير الانتخابات وترتيب طبخة تقاسم السلطة بين الإخوة الأعداء غير مكترثين بكارثة اغتيال نهري دجلة والفرات،
واستهانة دول الجوار بحقوق العراق وسيادته، بحسب ما يرى الكاتب هاشم حسن التميمي في مقال له تحت عنوان عراق بلا كهرباء وماء في صحيفة الزمان العراقية. لا نريد أن نقارن خوفا من التأويلات المريضة، ولكننا نختصر القول بمهزلة الموقف وضعف التصريحات المعبرة عن دولة خانعة فاشلة. فيقف وزير الموارد المائية ليطلب من الناس شراء خزانات إضافية، وتحرك البرلمان لاستثمار الأزمة لسفرات سياحية لتركيا للاستجمام قبل ختام مدة البرلمان. وبين هذا وذاك تلوح في الأفق كارثة حرب المياه ومأساة شحتها، بل خطورتها، لأن النهرين هما هويتنا وسر حياتنا. فهل تعي سلطات المحاصصة خطورة الأمر؟ نقولها صراحة، لا حياء أو حياة لمن تنادي، وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا لإنقاذ دجلة الخير من مخالب السلطان. ونطالب أيضا إيران لاحترام حقوقنا من المياه المشتركة، وأن تكف بإغراق أراضينا بمياه البزل المالحة. ويضيف الكاتب: ونطالب أصحاب الخبرة الوطنية في الجامعات وفي كل مكان لتقديم اقتراحات لإنشاء سدود وخزانات وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه، وتنظيم حملات احتجاج مؤثرة، وعدم الاكتفاء بالخطب والبيانات والبكاء على الأطلال. ما زالت تبعات عملية التزوير الواسعة التي رافقت العملية الانتخابية تتفاعل بازدياد مضطرد، وما زال مجلس النواب العراقي الذي تبنى رفض نتائج هذه الانتخابات المزورة يجابه من جهات سياسية ومؤسسات قانونية، لا سيما بعد الكشف عن مئات الأدلة الدامغة التي تدين الجهات المتورطة بهذا التزوير الواسع، وما أعلن حتى الآن من أدلة يثبت تورط أعضاء من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومسؤولين كبار فيها مع نواب وسياسيين وسماسرة. فالمتهم الأول بعملية التزوير الواسعة كما ورد توا في توصيات اللجنة الخاصة هم أعضاء المفوضية العليا والمسؤولين الكبار فيها، بحسب الكاتب أياد السماوي في موقع كتابات. على ما يبدو أيضا أن الكتل السياسية المتورطة بالتزوير تحاول بكل الوسائل عرقلة انعقاد جلسة مجلس النواب الهامة جدا التي ستعقد يوم غد الأربعاء، من خلال مقاطعة الجلسة والإخلال بالنصاب القانوني. وبالحرف الواحد أقولها صراحة أمام الجميع، أن من يتخلف عن حضور جلسة مجلس النواب ليوم غد أو يعمل على عرقلة تحقق النصاب القانوني هو إما راض بالتزوير أو خائف منه، وأخص بالذكر كتلة الأحرار. فإذا كانت كتلة الأحرار التي أصبح السائرون فيما بعد غير خائفة من الحقيقة وغير مستفيدة من عمليات التزوير التي رافقت هذه الانتخابات، فلتعلن للرأي العام عن موقفها بعدم مقاطعة جلسة مجلس النواب ليوم غد والقبول بإعادة العد والفرز اليدوي في عموم العراق، والقبول بإجراءات مجلس النواب واللجنة العليا الخاصة التي شكلها مجلس الوزراء وصادق على نتائجها هذا اليوم. فالإصلاح السياسي المنشود لا يأتي عبر انتخابات مزورة ومجلس نواب غير شرعي وحكومة غير شرعية. الإصلاح الحقيقي يبدأ من رفض عمليات التزوير الواسعة التي رافقت هذه الانتخابات. فمن أراد الإصلاح عليه أن يثبت هذا للرأي العام بالفعل لا بالقول والشعارات. القدر رحيم جدا بهذه البلاد، فلا يترك أهلها وحكامها أسبوعا واحدا بلا حدث طارئ يساعدهم على قضاء أوقات فراغهم الطويلة وحالة العطالة الأبدية التي يعيشونها. وكانت رحمة القدر مضاعفة في هذه الأيام بلياليها الرمضانية، حيث نحتاج للكثير من التسالي والانشغالات ليس فقط
لقضاء أوقات الفراغ، وإنما للهرب من فضائح وأزمات أيضاً. فجاءت أزمة الجفاف لتكون موضوعاً موحداً للكلام والتسلية للهرب من أزمة الكهرباء، والتي كانت بدورها فرصة للخروج من ملل كارثة الأداء الانتخابي. هذه الكارثة هي فرصة كذلك للهرب من مشاكل إعمار المدن المدمرة وعودة النازحين، بحسب الكاتب ساطع راجي في مقال له بصحيفة المدى. افتعال الدهشة يتقنها المرضى النفسيون وكذلك محترفو النصب. المشكلة أننا نريد من الآخرين مشاركتنا هذه التمثيلية التي أعدنا بثها عشرات المرات، ومع ذلك نرفض تذكر مشاهدها فنندهش وننزعج وكأننا نراها لأول مرة، ونطالب سفراء الدول الأخرى والمنظمات الدولية أن تصفر عد ذاتها أيضاً، وتنسى الاجتماعات السابقة والمفاوضات والملفات والتحذيرات، وتنطلق معنا دائماً من لحظة افتعالنا الدهشة بانخفاض مناسيب مياه نهر دجلة، رغم أن نذر الكارثة تطل علينا منذ سنوات. كما أننا عشنا حالات مماثلة لما يحدث اليوم قبل عدة أشهر، وأيضاً هددنا بالمقاطعة، واستقبل كل زعماء السياسيين العراقيين السفير التركي وأبلغوه قلقهم وحزنهم وألمهم، وطالبوه بإعادة المياه إلى دجلة قبل أن يتحول إلى طريق ترابي. ويمر الوقت فتأتي الزيادة المائية مثل رشوة صغيرة أو هدية لصديق منزعج، وننسى الموضوع، كما ننسى الكهرباء في أشهر اعتدال درجات الحرارة، وكما ننسى كل مرة الانتخابات لأربع سنوات ثم نندهش. نندهش جدا بقانون سيء ومفوضية شكلت على عجل في الوقت الحرج، ونندهش أيضا ونشعر جميعا بالانزعاج، مواطنون وحكام، بسبب شبهات التزوير والتلاعب. إنها حلقة مفرغة من الانشغالات التي نتعامل معها باعتبارها فرصة للكلام أو الهرب، لكن ما يجمع كل هذه الانشغالات هو أنها مكررة: الجفاف والكهرباء والانتخابات والنزوح وتعطل الإعمار وتردي الخدمات، كلها أزمات متكررة دورياً، وفي كل مرة نتحدث عنها بنفس الحماس والدهشة وكأنها حدثت فجأة، ومع كل مرة نجدد دهشتنا فيها وافتعال الانزعاج نقوم بنفس ردود الأفعال. في الجفاف مثلاً وتراجع إمدادات المياه من إيران وتركيا، كل مرة نهدد في الفيسبوك بمقاطعة بضائع الدولتين ونحن نتناول مرطبات إيرانية وتركية، أثناء العبث بهواتفنا النقالة ونحن نعرف استحالة المقاطعة، لأننا في زمن وفرة المياه لم نوفر طعامنا، فكيف سنوفره في زمن الجفاف؟ يعيد طرح النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي الدكتور جمال زحالقة على الهيئة العامة للكنيسة الدور الذي لعبته هذه المؤسسات وما زالت في مأسسة العنصرية أو نظام الأبرتايد وفق توصيفه ضد فلسطيني 48 منذ إقامة الدولة العبرية وحتى يومنا هذا. حال الخلاف بين المتدينين والعلمانيين اليهود عشية إعلان إقامة إسرائيل حول طابع الدولة المراد دون تشكيل دستور لها، لكن ذلك لم يمنع الكنيسة من تشريع قوانين تعتبر اليوم أهم الأسس الدستورية في الكيان الصهيوني، على الرغم من أن غالبيتها ليست قوانين أساس وفق تعريفها الحرفي أو الحرفي، بحسب الكاتب أسعد تلحمي في مقال بصحيفة الحياة. ويشكل قانون الجنسية استمراراً لقانون العودة باشتراطه منحها لليهود أساساً ولمن مكث في إسرائيل في شكل متواصل بين السنوات 1948 و1952، ويعرف اللغة العبرية، وهو بند موجه للفلسطينيين الذين هجروا إبان الحرب أو هربوا إلى حين تنتهي الحرب، وأرادوا لاحقاً العودة إلى أرضهم
ليصطدموا بشرط المكوث المتواصل. أما القانون الأخطر الذي نال من الفلسطينيين ما لم تنله سائر القوانين، فهو القانون المعروف بقانون أساس أراضي إسرائيل، الذي يحدد بأن أراضي الصندوق القومي لإسرائيل هي لليهود فقط. في الذكرى السنوية 70 لقيامها وفي الذكرى 51 لاحتلال الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية والقدس، تشعر إسرائيل بأن يديها طليقتان في ترسيخ تعاملها العنصري مع مواطنيها العرب من خلال هذه المؤسسات التي تعتبر الذراع التنفيذية لسياسات التمييز العنصري، ولا تزال وتعمل بحرية حيثما لا تستطيع ذلك الحكومة، ما يتيح للأخيرة تعميق احتلالها للضفة الغربية والقدس والتفكير الجدي في ضم الضفة الغربية إلى أراضيها من خلال قناعاتها بأن ليس هناك من يردعها أو يزجرها على ما تقوم به. حتى قبل سنوات قليلة شكلت الذكرى السنوية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية والجولان السوري مناسبة لقوى اليسار الإسرائيلي لتنظيم تظاهرات تدعو الحكومة إلى الانسحاب من الضفة الغربية والقدس وإلى تطبيق حل الدولتين، لكن أمس مرت الذكرى 51 من المرة الكرام على الشارع الصهيوني. انطوى التفاهم الروسي الإسرائيلي وفق التسريبات الإعلامية في لقاء وزيري الدفاع سيرجي شويغو وأفيغدور ليبرمان في موسكو على إخلاء الجنوب السوري من القوات الإيرانية وانسحابها حتى عن طريق دمشق السويداء، على أن يتم ذلك تدريجيا وعلى مراحل من دون تحديد سقف، وارتبط تحريك ملف الجنوب السوري باعتبارات أمنية واقتصادية وأيضا حسابات جيوسياسية خاصة، أولها سعي روسي إلى منع مواجهة إسرائيلية إيرانية غدت حتمية في ضوء التصعيد العسكري والسياسي الإسرائيلي ضد الوجود الإيراني في سوريا، بحسب الكاتب علي العبدالله في مقال بصحيفة العربي الجديد. واقع الحال أنه ليس ثمة اتفاق إلى الساعة، لأن ذلك المفاوضات الروسية حول الاتفاق لم تشمل كل القوى الموجودة على الأرض، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية الضامن الثالث لاتفاق خفض التصعيد في المنطقة مع كل من روسيا والأردن، كأنها بإعلانها اعتبرت الموافقة الأمريكية تحصيل حاصل في ضوء اتفاقها مع الطفل المدلل لدى واشنطن إسرائيل واستجابتها لاعتباراته الأمنية، أو اعتبرت أن البدء بتنفيذ التفاهم مع إسرائيل سيمنح موسكو أرجحية في مفاوضاتها مع واشنطن حول المنطقة وصياغة اتفاق خفض التصعيد في ضوء التطورات الجارية ودفعها إلى القبول بالمطلوب منها ثمنا لتلبية هواجس إسرائيل الأمنية. الانسحاب من التنف حيث انتهى مبرر وجود القاعدة العسكرية بانتهاء محاربة الإرهاب في هذا الجزء من الأرض السورية وفق تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، علما أن الإدارة الأمريكية أعطت إشارات متضاربة في هذا الخصوص جسدها طرح ديفيد ساترفيلد مساعد نائب وزير الخارجية القاضي بانسحاب جميع الميليشيات السورية وغير السورية إلى عمق 20 و25 كيلومترا من الحدود الأردنية. لم يبقى أمام موسكو لإنجاح خطتها سوى انتظار لقاء الدول الضامنة اتفاق خفض التصعيد في الجنوب الذي سيعقد في عمان على مستوى نواب وزراء الخارجية، علها تنجح في الاتفاق معهم على صيغة تفرض على الفصائل المسلحة وتدفعها إلى القبول بالمصالحة. كثير منا يشعرون كما أن لو أن عدد ساعات اليوم غير كافية بالنسبة لهم، ولكن وفقا للعلماء قد يتغير هذا الأمر في المستقبل، فقد وجد الباحثون أن تأثير ابتعاد القمر عن الأرض يجعل كوكبنا يدور ببطء أكثر مما يطيل النهار. أظهرت الدراسة الجديدة أيضا التي أجراها الباحثون بجامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية
أن اليوم على الأرض قبل 1.4 مليار سنة لم يزد طوله كثيراً عن 18 ساعة، وهذا الأمر كان على الأقل جزئياً لأن القمر كان أقرب وغير الطريقة التي كانت تدور بها الأرض على محورها. القمر حالياً يبتعد عن الأرض بمعدل 3 سنتيمترات و82 ملليمترا في السنة، مما قد يعني أنه بعد نحو 200 مليون سنة سيكون طول اليوم 25 ساعة. وقال أستاذ العلوم الجيولوجية في الجامعة ومؤلف الدراسة ستيفن مايرز، عندما يبتعد القمر تكون الأرض كمتزلج يدور على الجليد تتباطأ حركته وهو يفتح ذراعيه للخارج، لأن حركة الأرض على الأقل تتحدد جزئياً من خلال الأجرام حولها مثل الكواكب الأخرى والقمر التي تمارس قوة عليها، ويمكن للتغييرات في هذه القوة أن تحدث تغييرات في خطوط مدار الأرض حول الشمس وكذلك الدوران والاهتزاز حول محورها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.